من الاهلي بقى تعالوا نروح للزمالك، واللي هيخوض النهارده اول تدريب ليه استعدادا لمواجهه الاهلي بعد وصول بعثه الفريق للمملكه العربيه السعوديه بالامس. ومن المقرر كده ان هيكون في جلسه بين جوميز ولاعبي الزمالك قبل انطلاق مران النهارده للحديث عن بعض النقاط الفنيه الخاصه بمواجهه الاهلي. يمكن بعد مران النهارده جوميز هيستقر على ملامح كده تشكيل الفريق لمواجهه الاهلي، خصوصا ان لسه في حيره عند جوميز في بعض المراكز، وعلى راس المراكز دي مركز راس الحربه. دايما قبل المباريات الكبيره بيكون لقائد الفريق دور مهم جدا مع اللاعبين، وده كده اللي بيقوم بيه شيكابالا حاليا مع لاعبي الزمالك. كثف شيكابالا من الجلسات النفسيه والتحفيزيه مع زملائه بالفريق منذ وصول البعثه الى السعوديه امبارح، وشدد كمان شيكابالا على اللاعبين بان هم بيمتلكوا القدرات الفنيه والبدنيه عشان يقدروا ان هم يحققوا الفوز ويقدروا ان هم يسعدوا جماهير الزمالك باللقب. واكد كمان شيكابالا الى ان الالتزام بالتعليمات والتركيز طول احداث المباراه هو ده هيكون طريق تحقيق الفوز، بالاضافه كمان الى التركيز في انهاء الهجمات بنجاح وعدم اهدار الفرص السهله. كمان رصد مجلس اداره نادي الزمالك مكافاه خاصه للاعبي الفريق في حال طبعا التتويج بالبطوله، وهي بطوله كاس مصر للموسم الماضي، وده طبعا اكيد من اجل تحفيز اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء وحصد اللقب. يمكن كمان في ظل كده تدعيم اللاعبين وتحفيزهم، مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل قرر السفر إلى السعودية وحضور مباراة الأهلي، ويأتي قرار مجلس إدارة الزمالك بالسفر للسعودية لدعم الفريق خلال المباراة المهمة أمام الأهلي، خاصة أكيد إن اللقاء بيساوي بطولة مهمة جدا بيحتاجها الفريق في الفترة الحالية.